هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تفسير وتعبير. يسرني باسمكم جميعا مشاهدي الكرام أن أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الدكتور محمد بن علي الشنقيطي، الداعي الإسلامي والمستشار التربوي والأسري. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، فأهلا وسهلا بك أستاذي. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين الكرام. كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج 7-0-0-0-1-0-8-1، وكذلك على الرسائل النصية مبدوءة بكلمة تعبير لنستقبل رؤاكم ولنعرضها على شيخنا هنا في الاستوديو، وأيضا من كان لديه سؤال في التفسير فإنه لا بأس أن يتصل علينا ويسأل الشيخ. أهلا وسهلا بكم مجددا، وأهلا وسهلا بك ضيفي مجددا. أو يكتب كلمة تفسير ويكتب الآية التي يريد تفسيرها. أو يكتب كلمة تفسير ويكتب الآية التي يريدها، فشيخنا على الرحب والسعة سيجيبه إن شاء الله. إحنا كما تعودنا الشيخ نأخذ جزء من الآية. بالأمس أخذنا آية الدعاء، قدمنا لقلت أنت لأهمية وتنبيه الناس على الدعاء، الآن سنأخذ آية القرآن. نعم، شهر رمضان. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أمس ذكر الدعاء وأنه له علاقة بالصيام، واليوم أيضا القرآن يذكر من ضمن آيات الصيام. نعم، فلماذا ذكر القرآن هنا داخل آيات الصيام؟ سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كتب الله الصيام، الصيام صعب جدا، فلا بد للنفوس من زيادة الإيمان حتى يتحملوا هذا التكليف وينفذوه على الوجه المطلوب. مما يزيد الإيمان القرآن، ومما يزيد الإيمان الدعاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. يعني هذه الثلاثة تزيد الإيمان، الصيام والقرآن. الصيام والقرآن والدعاء، هذه كلها تزيد الإيمان. الصيام يمنع شهوات النفس، والقرآن يهذب شهوات النفس، والدعاء يصلح النفس كلها. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. زيادة على ذلك أن القرآن نزل في شهر رمضان. الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمناسبة أن يقرأ القرآن في شهره الذي أنزل فيه، هذه ناحية. الناحية الثانية أن إنزال القرآن في شهر رمضان في ليلة من لياليه، حاميم وكتاب مبين، نزلناه في ليلة مباركة. طبعا هذه سورة الدخان مكية. بقي الصحابة في حيرة في هذه الليلة من أي شهر، ولذلك كانوا يقومون الليل كله في مكة. يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه. فكان قيام الليل واجب على الأمة الإسلامية في بداية العهد المكي، واستمر الوضع كذلك حتى نزلت آية التخفيف، فوجب القيام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح مستحبا لبقية الأمة. فلذلك قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فوجب عليه هو قيام الليل عليه الصلاة والسلام، وبقي الأمر مستحب للأمة. لكن بقية الأمة تدري أن القرآن نزل ليلا وفي ليلة مباركة، هذه ليلة ضمن العام لا تخرج، فكانوا يبحثون عن ليلة القدر في العام كله حتى نزلت هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ففرحوا بها الصحابة، فرحوا بأن الليلة التي كانوا يبحثون عنها في 12 شهر هي حددت في شهر واحد، في هذا الشهر الواحدة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طبعا شهر رمضان ليس فقط القرآن وحده الذي أنزل فيه، بل ما أنزل الله كتابا إلا في شهر رمضان. كتاب كتب نزل كلها، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف موسى، صحف إبراهيم، كل ما أنزل الله من الكتب في شهر رمضان. فقد أنزل الله التوراة في أوله، والزبور
والإنجيل في وسطه والقرآن في آخره. طبعا لما نزل هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكان عندهم بسورة الدخان قول الله عز وجل حميم وكتاب مبين نازلناه في ليلة مباركة نعم كانت هذه الليلة في شهر رمضان ولا يدرون في أيه فكانوا يقومون رمضان كله ويقومون رمضان بالقرآن ومن الليل فتهجد به يعني بالقرآن نافلة لك وكانوا حريصين على قيام الليل والبحث عن هذه الليلة حتى نزلت هذه السورة أيضا التي بينت فضل هذه الليلة وهي سورة القدر نزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر فعلموا أن هذه الليلة ليلة القدر وأنها في شهر رمضان فبحث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول قام العشر الأول بحثا عنها فجاءه جبريل قال إن الذي تطلبه أمامك فقام العشر الأوسط فجاءه جبريل وقال إن الذي تطلبه أمامك فانحصرت في العشر الأواخر ورأى الصحابة رؤى وهذا يناسب موضوعنا تواطأت على العشر الأواخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤاكم قد تواطأت فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل في القرآن اختلف العلماء جيد نحن نأخذ النقطة هذه الآن حددناها أنها في أن القرآن أنزل في جميع الكتب أنزلت في هذا الشهر شهر نعم. وأن القرآن أنزل في آخره وأنه في العشر الأواخر في العشر الأواخر وأنه في ليلة من هذه في ليلة العشر القدر من هذا نعم بقيته سنأخذه بس بعد نأخذ كم متصل ونرجع لك إن شاء الله لا بس أم معتصم تفضلي أم معتصم أم معتصم تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته رأيته يا شيخ كان أختي عطتني طقم لأمي الماس قالت خذيه بس روحي معنا قلت لها أنا ما أبغى يا أم معتصم لو سمحت عيدي الرؤية من البداية أقول رأيت أن أختي عطتني طقم الماس حق أمي من هي؟ أختها قالت خذي طقم الألماس هذا حق أمي بس روحي معنا قلت لها ما أبغى أروح معكم ولا أبغى الطقم وكان الطقم الفتوف حقته صار لونها صافي غامق وهي اصلا ابيض وكان اختي الثانيه وانت بتروح معاها انت رايك يروحوا فين بيروحوا يزورون احد اقاربنا امك حيه لا متوفيه انت متزوجه اي نعم هذا ان شاء الله اللي اخذت الطقم من هي قالت لي خذي الطقم قلت لها ما ابغاه طيب واللي في احد اخذها ولا لا 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 طقم هو مع اختي يعني انت تبحثي عن حامل او حامل الان لا 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 ابدا هو هذا الطقم هذا حامل لو اخذتيه لحملتي اللي تاخذه تحمله تجيب ولد واذا ما احد اخذه معناته ما تبغوا الحمل ولا احد يرغبه ممكن فيه عدم رغبه رؤيه ثانيه تفضلي تفضل سبحان الله رايت كاننا في سوق كان أمي موجودة معانا وأبوي ومرت أخوي كان مرت أخوي شرت شيء وكان الكيسين اللي هي شرت فيهم أنا عطتني إياها أشيلها وكانها ثقيلة فقلت هذه الكيسين ثقيلة قالت لي خلاص قام أبوي أخذ مني الكيسين ويحكمهم في السيارة سيارة من؟ سيارة مين؟ سيارة مين؟ سيارة أبوي أنت عندك أخت لسه ما تزوجت؟ لا لا ما عندي أو متزوجة ولسه ما أنجبت؟ أي واحدة توها متزوجة إيه؟ عموما في واحدة من خواتك إن شاء الله تحمل بتوام ولد وبنت نعم شكرا لك شكرا يا معتصم معنا أم فواز تفضلي أم فواز السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا تفضلي مثلا ما كان لي رؤية قديمة رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في أرض فلات عليه الصلاة والسلام في أرض كان وقته قبل الفجر يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء يا رب أمتي وكان صوته في أحسن صوت في أحسن صورة وهيئته يعني جميلة جدا المهم كان خلف الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال مجموعة 10 إلى 7 والنساء يمكن 3 إلى 4 أنا من ضمن النساء لكني تركت النساء وأتيت من عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم كان رافع يديه فأنا أمسكت بيده اليمنى غبطت بيدين اثنينها مسكت إيده اليمين وحاولت هو أطول مني قلت يا رسول الله لقد بلغت أنا أشهد أنك ما قصرت كفيت ووفيت فالرسول صلى الله عليه وسلم توقف عن الدعاء كان يقول بصوت يعني يا رب أمتي يعني صوت يعني حين في خشوع تذلل لله سبحانه وتعالى فأنا قطعت أدعو قلت يا رسول الله لقد بلغت أنا أشهد أنك ما قصرت كفيت ووفيت أثناء ذلك توقف الرسول ثم نظر لي نظرة
أحسست فيها من الحنان والأمور هذه، لكن فجأة وجدت على خدي دمعة أو مثل مثل البرد البارد، دموع باردة أحسست فيها برودتها، فاستيقظت وفعلا وجدت الدمعة على خدي بالفجر. يا شيخ هذه الرؤية كلها استيقظت. والرجال بدون صوت، يعني كأنهم ينتظر، كأن على رؤوسهم الطير، صمت هدوء. وعندي رؤية ثانية ممكن. طيب لا لا لحظة، خلي الشيخ يعبر لك هذه وراح يعبر لك الثانية إن شاء الله. إيه إن شاء الله. هذه رؤية حق يا أختي. الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يدعو لأمته دائما في الشدائد، والأمة الآن تمر بشدائد كما تعلمين، وبإذن الله تعالى دعاؤه مستجاب حيا وميتا. نعم الحمد لله، دعاء مستجاب إن شاء الله. دعاء مستجاب، وهذه رسالة لجميع الأمة الإسلامية وخصوصا في هذا الشهر. وفعلا وأنا في كل مجلس من النساء أتحدث عن الرؤية هذه. الله. فمنهم من ترتدع، فمنهم وعندي رؤية يا شيخ بعد. بس الرسالة التي لحظة لو سمحتي. لحظة يا أم يا أم فواز. أم فواز. اسمعي للشيخ لو سمحتي. الرسالة التي نأخذها من هذه الرؤية، وهي رسالة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم. جميعا أنه أي أحد يدعو للأمة. يعني لا يكون أناني، الأمة الآن تحتاج إلى دعاء. يعني يكون سان يحمل هم الأمة. يحمل هم الأمة في دعائه، خصوصا في رمضان والدعاء مستجاب. فنشرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم في دعائنا، ونحمل هم هذه الأمة خصوصا وقت الإفطار. أنا والله أحمل هم الأمة من كنت أم صغيرة يعني. الله يفتح يعني عليك وبارك الله فيكم فواز. تفضلي قولي الرؤية الثانية. قولي الرؤية الثانية فواز. الرؤية الرؤية كأني في بيت شعر صغير، أنا وخواتي نايمين، إحنا عددنا خمسة، في صوت امرأة مجهولة جاء من السماء، هم كان في البر يعني في الفجر. قال أما من أحد يذكر عائشة؟ أما من أحد يقتدي بها؟ أما من أحد يترحم عليها؟ فجأة استيقظت من بل خواتي ومشيت في الأرض سلا، دخلت حوطة من غير باب فيها قبر، قبر عائشة رضي الله عنها، وكان قبرها حفرة لكنها كأنها سرير تحت يعني مربعة، مادة رجولها رضي الله عنها، ثوبها الأوف وايت مع الذهبي، وشعرها أشقر ومثل الشمس تبارك الله. دخلت أنا أمشي معي سطل صغير، وفعلا الرؤية صدقت في حياتي كلها، بس في آخرها سطل صغير أزرق في معي، وأنا دخلت أكب الماء على عائشة رضي الله عنها، أقول اللهم ارحمها، اللهم اجعلها قدوة لنا، اللهم نقتدي بها. فجأة تكلمت عائشة ونطقت باسمي، قالت باسمي، قالت يا جميلة سلمي على فاطمة بنت رسول الله. هني أصابني الخوف، فنظرت إلى القبر الثاني مجاور لها، إلا هي فاطمة رضي الله عنها كانت واقفة، وكانت في أجمل هيئة، وكانت صورة طبق الأصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرؤية رأيتها بعد 6 شهور من الرؤية السابقة. فاطمة رضي الله عنها كانت لابسة ثوب أسود أحمر، نفس ثوب أهل الشام والفلسطينيين، وكانت جميلة جدا، جميلة جدا يعني. فاطمة تنتظر مني السلام، أنا ماذا فعلت؟ أنظر إلى السطو وأحتقر، ماذا وجدت في قبرها؟ وجدت فيه ماء عذبا أجاجا، يعني احتقر السطر ما تحتاج ماء، لكن عائشة كان قبرها ناشف ولا قطرة ماء، وكانت يعني مرتاحة إني أكلت عليها قطرات الماء. فجأة أريد الهروب، يعني الموت يتكلموا، أنا أصابني خوف، فخرجت من هذه الحفرة أو المقبرة وأنا أركض وهرول، سطلي طاح في عند عائشة رضي الله عنها، ما أخذت السطر معي، وأنا أثناء هروبي إلا الصوت يأتي، صوت المرأة إلا يقول جميلة عائشة تطلبك. نظرت خلفي فإذا عائشة رضي الله عنها ما بين السماء والأرض تمشي وراء خلفي، تمشي يعني هيئتها عظيمة جدا، ثوبها بردين برد الواسع، شعرها أشقر كأشعة الشمس، يعني سبحان الله تمشي وراي، أنا أثناء أهرب وهي تمشي بهدوء، لكن أنا هربت منها ودخلت بين خواتي، فاستيقظت وكنت حامل أيامها، حامل بولد لي توفى الله يرحمه، وجاءتني ابنتين، اسميت واحدة عائشة واحدة فاطمة. لكن يا شيخ بسألك ماذا تطلب مني عائشة؟ تصدقت عنها. طيب اسمع الشيخ الحين تعبيره لك. أولا جزاك الله خير يا أم فواز على هذه الرؤى الصادقة التي تدل على صدقك أنت في حديثك. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين جميعا، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنهم أجمعين. رؤياك لعائشة وهل من يذكر؟ طبعا عائشة في هذا الزمن كما تعلمي اتهمت وتكلم عليها كثيرا من طرف بعض الزنادقة،
وهي أم المؤمنين الطاهرة. جزاك الله خير. نعم. شيخ ممكن تفضلي. الرؤية هذه قبل أن تسب عائشة رضي الله عنها، يعني بعد بفترة بسنوات بدأت الإعلانات أنها يسبون عائشة، يعني لم يكن لها سب أثناء الرؤية. الرؤية جاءت قبل ولادة بنتي عائشة. عارف اسميت عائشة فعلا على عائشة. طيب. وفاطمة. طيب أصبر فعلا فواز. أم فواز أنت انتظري شوي واسمعي الشيخ الله يرضى عليك وسيعطيك مجال إن شاء الله. المهم عائشة وفاطمة هاتين المرأتين الصالحتين ليس بينهم أي عداء، بل كانت عائشة رضي الله عنها تحب فاطمة حبا شما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة حبا جما، وكانت فاطمة تحب عائشة حبا شما، وكان بينهما قرابة ومودة. كانت غرفة عائشة رضي الله عنها، حجرة عائشة تفتح نافذة على حفرة على حجرة فاطمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف من حجرة عائشة يخاطب ابنته في الحجرة الثانية، ما بينهم إلا نافذة. وكانت ثنتين يجلسوا مع بعض ويتكلموا مع بعض أكثر من سائر أمهات المؤمنين. فاطمة ما كانت تتكلم أكثر من مع أحد مثل كلامها مع عائشة رضي الله عنها، ولا تجالس أحد من أمهات المؤمنين أكثر من مجالستها لعائشة رضي الله عنها، لأن أبويهما أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم بينهم مودة، كذلك عائشة وفاطمة بينهم مودة. ولما دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وسارها بالحديث الذي أبكاها ثم سارها بالحديث الذي أضحكها، كان أول من سألها عائشة، فأبت أن تجيبها حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت عائشة تسأل، قالت فاطمة أما الآن فنعم، وأخبرتها الحديث أنه أخبرها بأنه ميت في مرضه، وأنه أيضا يكون بإذن ستكون هي سيدة أهل الجنة. هذه الرؤية تدل على أن مستقبل هذه الأمة ستتحد سنة وشيعة، وأن الجميع سيرجع للكتاب والسنة بإذن الله تعالى. لأنك أنت إذا رأيت الحجرة الحفرة هذه والحفرة هذه، هذه فيها ماء وهذه جافة. الآن أهل السنة فيهم جفاف في المال، الماء هو المال، الروافض عندهم مال يصرفونه وينفقونه وليس هناك تضييق عليهم، بينما أهل السنة مضيق عليهم عالميا وليس لهم من ينفق عليهم. والآن في سوريا تشايف الوضع، هذا ضيق في ذات اليد عند أهل السنة وابتلاء لهم، لكن سيذهب ذلك وستتحد الأمة الإسلامية سنة وشيعة وتكون جميعا أمة واحدة. انتظري فواز. الفترة اللي طاح فيها جزاك الله خير أثناء هروبي عائشة رضي الله عنها مدت يدها الكريمة وعطتني قطعتين من القماش، عارف يعني لونهم الأبيض والأخضر فاتح وأخف من الريش وأنعم من الحرير. كانت خذي هذا ذكرى مني ومن فاطمة. الله. أخذت الخامتين وهربت منهم. هذا الحمل، هذا بنتينك. الخامتين هذه البنتين اللي جبت. نعم. هذه بنتينك اللي جبت. أي بعد الولد. لكن بإذن الله قريبا ستتحد الأمة. وهناك أعداء يحاولون أن يجعلوا فتنة بين المسلمين فيما بينهم، هؤلاء سيخيب ما يقومون به. عندي رؤية تتحد الأمة على كتاب الله سنة رسول. لا يا يوم فواز، لأنه في معي متصلين. اسمحي لي، معنا متصلين، اتصلي بكرة بعده، احنا موجودين طيلة أيام الشهر إن شاء الله. خلي تعيد الاتصال بعد شوي. شكرا لك يوم فواز. عبد الرحمن عبد الله محمد من الرياض، تفضل. تفضل يا عبد الله. حياك الله اخوي. مرحبا. عندي طال عمرك انا رايت في المنام، بس اني ما بالضبط متاكد، رايت اثنين لابسين بشت قالوا انت مدعي على زواجين، فما ادري طال عمرك انا بالضبط ماني بكل التفسير، لكن هذا اللي رايت. يعرفهم؟ تعرفهم ولا لا؟ اسمعني من الهاتف يا عبد الله لو سمحت، اسمعني من الهاتف عشان نسمعك زين. الشخصين اللي دعوك تعرفهم ولا لا؟ والله ما اعرفهم بالضبط، لكن هم قالوا انك مدعي واعطوا لك بطاقتين على زواجين. اي نعم. انت متزوج يا اخ وش اسمه؟ عبد الله. انا متزوج نعم، عندي اولاد فهمك. اي نعم، اذا صدقت الرؤيا ترزق بتوأم ان شاء الله. الله عز وجل يقول او يزوجهم ذكرانا واناث، ترزق بتوأم ولد وبنت. ايه هذا طعمك مع الزوجة عندها رؤية الأربعة. طيب تفضل تفضل. اسمعني. السلام عليكم يا شيخ. تفضل. عليكم السلام. عندي رؤية شيخ. تفضل. حزمتني في كاني في مدرسة أدور عباتي. طيب. كني أدور عباتي يعني. ولقيتيها ولا ما لقيتيها؟ لا احيانا القاها في الحلم الثاني واحيانا ما القاها، كني في مدرسه ادور على العبات، وكني قال يمكن نسيتها في الفصل،
ادورها ادورها ما لقيتها. تي زوجك والله ثاني لقيتها الحمد لله. زوجك عنده زوجة ثانية غيرك والله؟ نسم زوجك عنده حرمة ثانية؟ لا ما عنده. اي ابشري. إذن هو عباتك هو زوجك، بعض الأحيان يغيب شوي يسافر، لكن ما له إلا أنت. الله يبارك. يعني هذه التفسير. وهزمت شيخ أن أمي كني أخمها وصيح. وضحت عندك؟ ها؟ وضحت؟ إيش معنى أخمها؟ كني أخم أمي. يا أعيدي أعيدي الرؤية لو سمحتي. حلمت أني أخم أمي وأصيح. تخم أمها يعني تحضنها. أحضنها. أيوة. أنت عندك بنت عندك بنت في سن الزواج؟ عندك بنت في سن الزواج؟ سام؟ عندك بنت في سن الزواج بنية؟ إي إي. بتتزوج قريبا إن شاء الله. الله يسلمك. الله يكرمك. شكرا لك. شكرا لزوجك محمد عبد الله. أبو عبد الله من المدينة تفضل. أبو عبد الله من المدينة تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. يا ابو عبد الله حياك الله. الله الشيخ محمد. نعم حبيبي تفضل. الله عليك. الله طيب. ارفع صوتك ارفع صوتك يا ابو عبد الله. طيب بالمنام انا واخوي معي اخوي بالسياره راكب، بعدين احنا بالطريق ركبوا اثنين ولد عمتي وواحد معاه ولد عمه اعرفهم كلهم. انت تسوق السياره؟ انت اللي تسوق انت اللي تسوق السياره؟ اي انا اللي اسوق انا اللي اسوق. ونمشي سبحان الله طلعنا من السعوديه على مصر على ليبيا، هذا الرؤيا العام الماضي. وسبحان الله ما ادري شفنا شيء يعني كيف اثناء الطريق. حين اثناء الطريق يا شيخ التفت وراء اطالع وراي واختفوا اللي معنا ولد عمي الثاني ولد عمه ما ادري شو ما ادري وين راح. وش نوع السياره ذي؟ يوم وصلنا وصلنا ليبيا ووصلنا ليبيا بعدين رجعنا. وش نوع السيارة؟ سيارة والله بالضبط مصنعها يعني أمريكية يابانية؟ يابانية. طيب وصلنا ليبيا سبحان الله خفنا في مدري صار وارجع لين وصلت حدود السعودية. وصلت وين؟ وأخوي ما زال معي. وين وين رجعت وين وصلتوا؟ لين وصلنا يعني لين حدود رجعنا. ما شاء الله. والشباب نزلوا عنك، اخوك نزل ولا ما نزل؟ لا ما نزل. وش عملك يا شيخ؟ مدرس. مدرس؟ نعم. مسكت اداره معينه لشيء معين مدرسه او شيء ثاني؟ يعني الان ولا أول قديم؟ أول وقت الرؤية يعني لا مو إدارة يعني كنت في التوجيه. عموما هذا الله أعلم أنه شيء تمسكه تمسك إدارة موقع معين إدارة شيء معين في نفع المسلمين وينفع الله به، عرفت؟ هذا السيارة تسير يا يعني أنك تسير بيتك أو تسير شركة أو تسير حاجة ويكون فيها نفع لك ونفع للمسلمين. أنت لك نشاط دعوي أو نشاط إعلامي؟ والله لا يا شيخ، لا خفيف دعوي لا خفيف يعني موقف. أو طباعة أو كتاب أو شيء؟ لا. عموما هو هذا خير إن شاء الله يأتيك، والسيارة دائما تدل على بشرى. عرفت؟ فهي بشرى لأهل مصر وبشرى لأهل ليبيا وبشرى لكل من وصلت لهم هذه السيارة التي تسوقها أنت، كما قال الله عز وجل: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. فهي بشرى لكل الدول التي مرت عليها سيارتك، مفروض كان جبت العالم كله. شكرا. شكرا يا أبو عبد الله. شكرا يا أبو عبد الله. معنا أم فيصل من الرياض، تفضل يا أم فيصل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك يا شيخ. أنا حلمت إني كان لي في مكان عملي وكان واحدة من زميلاتي قالت لي إحنا عندي التوقيع أتوقع يعني متجمعين على أساس إن إحنا بنوقع انصراف أو حاجة زي كذا، فقالت لي لا سمتني طبعا اسمي، قالت لي لا تدخلين لجان مرة ثانية، ومدت لي قصاصة ورقة
مصفطة تصفيطة صغيرة حطيتها بشنطتي. بعد ما أبعدت عن المكان فتحتها لقيتها قصاصة، يعني مب ورقة رسمية ولا شيء، قصاصة صغيرة من ورقة مكتوب فيها ثلاث كلمات، في أعلاها مكتوب 4000. 4000 وشي ما أدري، هي ريال هي أي يوم ما أدري، بس مكتوب الرقم 4000. بعدين نازلة شوي مكتوب سري، الكتب مو بحلو يعني خط سيء، وتحت سري مكتوب بعد سنتين. بس واحد بعرف الرموز هذه إيش. طيب أنت متزوجة يا أم فيصل؟ أيوة متزوجة وعندي أولاد. أولادك 4؟ لا 6. كبارهم ولا صغار؟ ذكور قصدي. ايوه عندي بنتين بالجامعة وعندي بالثانوي وعندي بالمتوسط والابتدائي. الذكور ام فيس؟ الذكور ما عندي الا واحد اولى متوسط، طالع اولى متوسط. ما شاء الله تبارك الله. اولادك الذكور سيكونوا 4؟ لا اتوقع. اما اولادك او احفادك، اولاد ولدك، المهم في 4 اولاد انت مبشره بهم. اولد الولد وولد البنت هذا ينسب لابوه او اللي هو رمز ال 4000 يعني. نعم. انت تقصد ال 4000 4 اولاد، قد يكونوا احفاد. عرفتي؟ طيب والسري هذا؟ السري هذا القدر، قدر سر من اسرار الله عز وجل، هذا شيء لم يكن، وقدر سر من اسرار الله، والورقه المكتوبه هي الولد. قد يكون أولاد ولدك هذا نفسه كما قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ما كتب الله لكم أولاد. طيب وبعد سنتين؟ بعد سنتين هذه قد لا تكون بالضرورة سنتين، ممكن تكون بعد 20 سنة. عرفتي؟ أيوه. الله يبارك. الله يعافيك. عندي حلم ثاني، عندك استعداد تسمعني؟ طيب تفضلي. عندي أخو أنا متوفي من تقريبا 16 سنة، والله لفترة يعني فترة يمكن ما حلمت به أبد يعني إلا السنة الأولى من وفاته. حلمت به في بداية شعبان كأني أنا جالسة في بيت يعني، والبيت هذا لي يعني أنا اللي أديره، بس إنه بيت غريب علي يعني ما شفته بالواقع. وحلمت وكأن أخوي هذا مع رجال بالمجلس عندنا، كني أقول أبسوي له الخبز اللي يحبه. بسرعة اتجهت الخبز هذا طبعا من البر أنا أسوي وفي بالي، بس إن في الواقع عمري يعني ما سويته له يعني على حياته أو شيء. فاتجهت بسرعة للفرن وفتحت صينية الزيت أبغى أقلى الخبز هذا. فجأة يوم فتحت الزيت لقيت أقراص من الفينو مو من البر في الزيت، وشاربة زيت. قلت لا دي ما تنفع، خلني بروح بسرعة أعجن عشان أخبز خبز زين من عشان أخوه يحبه. بعدين استيقظت. شو اسمه أخوك؟ محمد. ولدك شو اسمه؟ ولدي فيصل. هذه أخوك اللي يحتاج إلى صدقة، ويبدو أنها كفارة يعني يطعمي 10 مساكين بنيته. إيه. نعم. الله يجزاك خير ويوفقك. مشكور. شكرا يا ام فيصل. معنا ابو عبد الله من مكه، تفضل. ابو عبد الله معنا ولا راح يا شباب؟ طيب نرجع للقران. نشر التفسير. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس. الشهر سمي شهرا من الاشهار والشهره. عرفت؟ واضافته الى رمضان، قيل رمضان اسم من اسماء الله فيكون شهر الله، وقيل رمضان من الرمض وهو الحر، يعني شهر الحرارة، حرارة الجوع، حرارة العطش. ومنها الرمضاء، سميت الرمضاء كما كان بلال يعذب على الرمضاء، يعني على الأرض الحارة. وقيل من حرارة الجوع والعطش تكون البطن مثل حرارة الأرض. نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنزال القرآن في رمضان كما ذكرت لك وفي ليلة واحدة منه، لكن سمي الشهر كله شهرا لإنزال القرآن، وإن كان هو نزل في ليلة وليست في ليلة كاملة بل في ساعة وربما في دقائق من الساعة، لكن هذا من باب الفضل، أن الشيء إذا حصل في شيء عم فضله في ذاك، فإذا كان في زمان عم الزمان كله، وإذا كان في مكان عم المكان كله. مثلا مكة كلها مباركة، وسبب بركة البقعة التي فيها الكعبة، هذه البقعة شرفها وبركتها عمت مكة كلها،
وربما عمت الجزيرة كلها وربما عمت الأرض كلها، فالأرض هذه مباركة وقد تكون بركة كلها من هذا البيت الذي هو ينسب لله سبحانه وتعالى، بيت الله والطاهرة بيتية نسبه الله إلى نفسه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أنزل القرآن هدى للناس، وهذا الشهر أيضا هدى للناس، هذا الشهر فيه تهتدي الناس. إذا تتبعت قصص التائبين تجد 90% من التائبين في هذا الشهر. قصص العلماء والكتب المؤثرة 90% بدأ تأليفها من شهر رمضان. المعارك الفاصلة 90% منها كانت أنك تذكر في أنوار الهدايات نعم في رمضان تتضاعف تتضاعف بالشهر نفسه. نعم، نور على نور، نور الزمان ونور القرآن ونور العمل الذي أنزل فيه الذي يعمل بالقرآن. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان الله، القرآن هدى للناس والقرآن بينات من الهدى والقرآن في فرقان، وهذه في رمضان تتجلى أكثر. نعم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أنا أقف هنا وعشان أخرج الفاصل وارجع لك. طيب، فاصل أيها الأخوة المشاهدون ثم نعود إليكم، لا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا بكم مجددا بعد الفاصل في برنامجكم تفسير وتعبير، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا في شهر رمضان المبارك من الساعة 2:30 إلى 3:30، ويعاد الإعادة الأولى على قناة فور شباب الأولى الساعة 11 قبل الظهر، وكذلك يعاد الإعادة الثانية 9:30 صباحا على قناة فور شباب الثانية. أسعد بكم وأيضا أسعد بشيخنا في الاستوديو الدكتور محمد بن علي الشنقيط، وهو الضيف الدائم لهذا البرنامج، فأهلا وسهلا بك شيخ. وإياك. أعود إلى بعض التعبيرات في أو الرؤى عفوا في الرسائل النصية. تقول حلمت أن زوجي كان جالسا على الأرض وأنا جالسة على السرير فأخذ علبة، هذه أمس ذكرنا. تقول رأيت عدة مرات أني أصلي في المسجد النبوي أحيانا في الروضة أو في الصف الأول، ومرة قدمني الإمام للصلاة، وكذلك أرى أحيانا أني في المسجد الحرام حول المطاف. الحمد لله، رؤية الإنسان أنها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وأنها يصلي بالناس، هذه تدل على صلاح زوجته وأولاده، وعلى أنه هو أيضا سيكون من الدعاة المؤثرين الذين ينفع الله بهم الأمة. لما جعل الإمام ليؤتم به، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذه معاني كلها تكون في مسألة إمامة المصلين سواء في أحد الحرمين أو في أي مكان. جميل. أي مسجد. أيضا رؤية أخرى تقول حلمت أني أمشي، أظن امرأة هذه، أنا وأختي وزميلتي في طريق مخيف، وأشوف عن يميني وشمالي عيون ذئاب بس ما أشوف أجسادهم وأنا خايفة منهم، وفجأة شفنا عيون ذئب لحاله، يعني ذيك عيون كثيرة وهذا ذئب لحاله، وكنا نبكي، وجاء ابن خالي اسمه صالح وأخذ ماء وسكب الماء فوق الذئب وتحول لرجل وسكب ماء مرة ثانية فوق الرجل، وصار وجهه يشع نورا وشفايفه لونها أحمر وهو مبتسم، وأمي تشتي تور ما أدريش تقول أمي تشتي تور وفي قطرات دم تدلنا عليه انتهى الحلم. هذه أمي ما وش تشتي تور ما أعرف. عموما هذا إذا صدقت الرؤية شخص الرأي أنثى. وهي تقول ممكن يا شيخ علاج مع الرقية، أنا مريضة أرجوك بنت اليمن. عموما معها عيون كما قالت، العيون هاي دلالة العين، وفي شخص ذيب يعني كان يريدها بالحرام فتأبى عليه فيتقدم لإرادتها بالحلال. الوجه الأول كان ذيبا، هذا كان يريده حراما، صب عليه الماء موعظة، تاب إلى الله قال خاص يريدها بالحلال، هو الرجل الجميل الوسيم الذي وصفته بهذه الصفة، وأمها ربما أنها تسعد بذلك بزواج ابنتها. طيب وأيضا هي تقول ممكن يا شيخ علاج مع يعني في علاج مع الرقية، ممكن أولا الرقية اللي أفضل ما يستخدم الإنسان فيه؟ الرقية هي القرآن، القرآن رقية وشفاء، ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة، وسورة البقرة أخذها بركة، البركة عامة سواء كان ضد السحر ضد العين ضد حتى الفقر أي شيء، يعني تقرأ البقرة بعد بإذن الله عز وجل يتبارك، إن كان خيرا يزيد وإن كان شرا يزول بإذن الله تعالى.
فهي سورة مباركة، وأن أوصي بها جميع الأمة الإسلامية أن لا يدعوا هذه السورة، خصوصا جمعها مع سورة آل عمران، هاتان السورتان بصراحة كان يكثر من قراءتهما، ولهم بركة في الدنيا والآخرة. يوم القيامة تأتيان أمام سور القرآن كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما. هذا عملهم في الآخرة، عملهم في الدنيا حماية من السحر، لا يستطيعهم البطلة، من العين، من الفقر، من أشياء كثيرة. والقرآن كله لما قرئ له الحرص عليه حفظا أو تلاوة أو سماعا في البيت، سماعا كل ذلك كله يحصل بها. فيه بيوت كانت فيها مشاكل، في بيت كانت تشعل في النار ما يدروا من أشعلها، فأشغلوا سورة البقرة انتهت الظاهرة هذه. ناس كان بينهم مشاكل وخصومة بدأوا يقرأون البقرة انتهت هذه. أمراض ما كانت معروفة لازم أصحابها البقرة شوفوا تماما. فهي سورة مباركة جدا، والقرآن كله مبارك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة أخذها بركة وتركها حسرة. جميل. أيضا تقول في علاج آخر ممكن الإنسان يأخذ مع الرقية، يعني أشياء. نعم، هناك أمور تساعد مثل التمر العجوة، من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سام ولا عين إلا الموت. نعم، السم ما يضره، السحر ما يضره، العين ما تضره. سبع تمرات من تمر العجوة، والسبب أن العجوة هذه هي التمر الذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصبح النوى في فيه ثم رماه، فأصبح فيها بركة من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أكلها أخذ من ريق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك كله. هذه واحدة. اثنين، ماء زمزم شفاء سقم وطعام وطعم. ثلاثة، عندك زيت الزيتون مبارك، يقدم من شجرات مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نص القرآن. فزيت مبارك، خصوصا زيت الشام. وأيضا عندك حبة السوداء شفاء من كل داء، استخدام سبع يعني 21 حبة يوميا من الحبة السوداء، لو تضعها مع التمر فلا شيء في ذلك. جميل، هذه أشياء مفيدة وكلها وردت فيها نصوص على أنها شفاء وليس الدواء. جميل، خلني أخذ أم صالح معي وارجع. تفضل يا أم صالح. أم صالح من الرياض، تفضلي. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سمحت رأيت أنا. تفضل، يسمعك الشيخ ورفعي صوتك. أسمعك يا أم صالح. رأيت كأني بيت يعني شعبي، كأني عارفه بس من زمان قديم ما عانوا هذا. بيت إيش؟ عيد عيد يوم صالح. بيت شعبي. كأنك في بيت شعبي. إيه. وكأنه مرمم اللي تحت مرة والمخلفات حقاته كذا محطوطة من السطح. المخلفات البواقي كذا بالسطح. طيب. شو اسمه، كأني جيت بغرفة كبيرة مرة كان زوجي قاعد بطرف، كأنه فاتحن شنطة سفر كبيرة خارجها أسود وداخلها مخطط أبيض مع أزرق، وجنبه ثلاجة، والثلاجة كذا كل الأرض عنده تمر المضمود هذا المضغوط كبار وصغار محطوطات بالأرض. كأني أنا محزن وضايق من صدري وكذا، طلعت فوق الصبح، طلعت ولا صدفة هذه مرت عمي متوفي له يمكن 5 سنوات ومع بناته وما بناته، أنا كاني تأثرت باقي صدري ورغم يجون بدون ما قالوا ولا شيء. جيت لهم قلت لهم مش يعني جيت وكذاته، قالت إن خلود اللي قالت لنا، خلود اللي قالت تعالوا. قمت من النوم يدور خلود. ما شاء الله. بس هذه؟ بس هذا، أنا قمت من النوم يدور خلود اللي مرت عمي كان مع بناته كلهم وراه، كلهم وراه هي بالمقدمة وهي متوفية الله يقول الحمد لله. وصارت وأنا كأني قاعدة نهاية السطح كذاتها وضايق من صدري لأن كل شحوسه مو مرتب ولا. أنتم عندكم مصالح في عندكم مشكلة، في أحد عندكم عنده مشكلة؟ ما أدري. يعني مو في أحد مسجون أو عنده مشكلة أو قضية أو كذا؟ ولا في مشكلة صحية؟ أحد مريض؟ برضه يعني ما تعرف يعني أشياء عواقع عامة يعني ما هو بالنوم يعني مرض. عموما هذه الرؤية فيها 3 أمور. الأمر الأول في قضية يمكن أنت ما تدري عنها، قد يكون زوجك يدري، يمكن عند زوجك أو شيء. هذه القضية ستنتهي بأمان وليست فيها أي ضرر، وهذا دخولكم في الغرفة الكبيرة، في الغرفات آمنون، يعني هذا أمن. وبالنسبة للتمر وهذا، هذه صدقة جارية ستتعاوني عليها أنت وزوجك،
ويكون فيها خير لكم إن شاء الله. عرفتي؟ الأمر الثالث فيه عمرة ستعملونها أو حج، بعدها حجيتي أو اعتمرتي بعد الرؤية هذه؟ لا لا سوينا هذه يمكن ما يمكن 20 يوم شهر. إذن خلاص يعني إن شاء الله يا عمرة في هذا رمضان أو هذه الحجة ستحجون فيها، وهذا هو البيت العتيق البيت القديم اللي شفتي. نعم بإذن الله تعالى. وفعلا هو وسيع لأن الحرم موسع ما شاء الله. هذه يعني مرت ما لها دخل ولا شيء. من هي؟ مرت عمها اللي يقول جات. مرت عمي يعني. شو اسمها؟ شو اسمها هي؟ اسمها نورة. هذا من اسمها نورة النور. النور هو العمل الصالح. فلعلها نورة تكون عمرة مقبولة أو حجة مقبولة. نعم. يا رب السلام. طيب. شكرا يا أم صالح. شكرا. أبو زياد نأبه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ رأيت رأيي أني راكب سيارة أنا وزوجتي من نوع تويوتا من النوع الصغير، وكان ولدي الصغير راكب في سيارة نفس السيارة بس اللون يختلف. اللون اللي كان معي أنا لونها أزرق، واللون اللي كان مع ولدي أبيض. شو اسمها السيارة؟ 3 سنوات ونص. السيارة شو اسمها يا أبو زياد؟ يارس. يارس تويوتا. يارس. وكنا في برحة سلت كذا وجنبها محطة، وكان الولد يمشي وراي بس المحطة على أننا نطلع في منطقة جبلية ناكل فيها. فمشيت قدام الولد، ولكن الولد جلس أخذ لفتين كذا في البرحة ثم انطلق من هناك على الشارع العام. أخذت أنا عليه ثم انطلقت يعني خلفه وأمه راكبة معي، وكنت مشغل فليشر وحاول أسابق الناس عشان ألحق الولد أخذ عليه من الخط الظاهر صف يمين. يعني ما قدرت الحق إلا بعد تقريبا 3.5 كيلو وبعدها صحيت من الحلم. ما شاء الله. أبو زياد وش عملك؟ موظف حكومي. ما عندك تجارة؟ اي عندي تجارة، عندي اعمال حرة مقاولات. ولدك يساعدك فيها؟ ولدي عمره 3 سنوات ونص. عموما اذا صدقت الرؤية ستكبر تجارتك، ولدك هذا يكبر مع التجارة ما شاء الله، وسيدير اعمالك. الله يجزاك الجنة خير وجهك النور. الله يبارك فيك. شكرا يا ابو زياد. معنا ام عبد الله من المدينة تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مبارك الشهر عليك. وعليك. الله يبارك فيك. مرحبا. يا شيخ أنا رأيت قبل يمكن 5 سنوات رؤية ولا زالت يعني لا يعني لا ماسكة في ذاكرتي، لأن إن شاء الله أكثر. إن شاء الله. تفضلي. رأيت أنهم في يوم جمعة يخرجون المصلين من الحرم، ومعايا موكب من العسكر يدخلوني، لين دخلت على الصحن كان الصحن فاضي، قالوا لي طوفي. كان في مجموعة نساء أمام باب الكعبة، قالوا طوفي وكل ما مريتي اكتبي اسمك، سجلي اسمك عندهم، صلي براحتك. كان في حريم متسترات. سجل اسمك في ايش؟ اعطوك ورقة والله على الكعبة؟ ولا شيء ولا شيء، بس قالوا اديهم الاسم يدونونه. العساكر؟ لا النساء، ما كان في عسكر نهائي. لين دخلت الصحن كان معايا عسكر. اللي مجرد ما خرجت اللي تعطيهم اسمك النساء اللي عند الكعبة؟ ايوه. كانوا نساء متحجبات تماما يعني الثواب يغطيهم. كانت تقول لي طوفي، بس كل ما بدأت من الركن. طيب كيف صحتك انت يا ام عبد الله؟ والله الحمد لله تروح وتجي يعني. كنت تعاني من مرض فترة طويلة؟ اي والله الحمد لله. وش كان مرضك؟ اروح للشيوخ يقولون سحر عين. صحيح. عموما هذه بشارة لك بالشفاء من هذا المرض باذن الله تعالى بعد عمره تفعلينها، وتدعي الله عز وجل وتدعينه باسمائه الحسنى اللي تعرفي منها. عرفتي؟ وان شاء الله ما تنتهي عمرتك او ينتهي الطواف على خص الا وقد انتهى المرض الذي فيك. ايوه انت اعتمرتي بعدها ولا ما اعتمرتي؟ لا انا اعتمرت عدة مرات بعدها الحمد لله، يعني اعتمرت تقريبا شهريا الحمد لله. اذا شفيتي ما عاد فيك شيء ما دام كذا. لا الحمد لله انا صحتي تغيرت حقيقة بعد طلاقي من زوجي. بعد يعني هذه الرؤية رأيتها في حالة خروجي من بيت زوجي اطلب الطلاق. تمام. تم الطلاق وشفت الرؤية هذه، وبعدها الحمد لله والشكر يعني اتحسن كبير في حالتي.
وامك حيه؟ اي الحمد لله. انت ساكنه مع امك؟ لا ماني ساكنه، يعني بعد الطلاق كنت اروح واجي عليها. لا اذا لازم تجي عندها. لازم اسكن عند، طب انا الحين اتزوجت مره ثانيه. لا ما ماني عندها الحمد لله، الطواف والذهاب والعوده يمكن تروحي وتجي عليها. ايوه هي الان في السبعين من عمرها صح؟ كيف؟ في السبعين من عمرها؟ ايوه الوالده ايوه. صحيح. حاولي انك ما تك يعني على طول جهه في كل اسبوع على الاقل مره. ايوه حتى لو كنت ساكنه بعيده عن جده شويه في الطايف؟ على الاقل تتصلي عليها تطمئني عليها. الله يسعدك. الله يبارك فيك. طيب استاذ لو سمحت. صدق. لو انا لو شفت زي الجمل يعني يبغى ياكلني وهو اصلا يعني هذه رؤيه ثانيه عذرا. طيب تفضلي. كانه يبغى ياكلني بس هو يطحن السمسم الزيت في مطاحن السمسم. هو مربوط في مطاحن السمسم اللي تلف هذه. ها؟ مربوط في مطاحن السمسم اللي تلف. هذا قبل أيوة. قبل طلاقك ولا بعد؟ يتوجه لي ويبغى ياكلني يفتح فمه ويبعد وكان يعني. انت حامل الان؟ ها؟ حامل الان؟ لا 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 ابدا. متى رأيت الرؤية؟ بس برضو هذه الرؤية قديمة قديمة. أيه قديمة حملتي بعدها؟ ايوه حملت بعدها. اذا هذا تفسيره. ايوه الله يسعدك. تعبتي في الحمل طبعا. مرحبا. تم لا تم الحمل الحمد لله. تم بس كنت تعبتي فيه شوي زيادة. جدا جدا الحمد لله. صح. الله يبارك. مرحبا يا عبد الله شكرا لك. معنا ام صالح من الرياض تفضلي. ام صالح تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا بنت عمي شافت فيني رؤيا في رمضان العام. نعم. اني كانت جدتي متوفاة الله يرحمها وكانت روحة فكنت انا عند اطراف رجليها فكاني كويت اصابعها العشره بمكوى كذا كاني اكويها بالنار اصابع رجليها. ليش تكويها بالنار تعذيبا ولا دواء؟ لا دواء. واختي كانت ترفع راسها وتعطيها شراب كانت يعني كانها تعبانه تعطيها شراب دواء. هذه متى رأيتها الرؤية؟ أنا ما رأيتها، هذه بنت عمي. بنت عمي ما رأتها. طيب أنتم في عندكم خلاف ما بينكم في الأسرة؟ في عندي أنا إخواني. إخواني من أبوي. أيوة، مختلفين مع بعض و... لا مو مختلفين لكن يعني متفرقين. ما في ود، إي ما في ود وصلت رحمي. إيه هو كيت النار هذه، أنت لسانك شديد عليهم. كيف؟ يعني تعطيهم كلام قوي. تعطيهم على روسهم. انت لسانك يقول شوي قوي عليهم. والله ان شاء الله باذن الله انه ما حصل. عموما انا دائما اسعى للاصلاح فيما بينهم. عموما هم يعتبرون ذلك الاصلاح يعني هو اصلاح فعلا. لكن هم يعتبروه خطا عليهم وكيف تتكلم. وعشان كذا انا خفيت عنهم يا شيخ. لا انت هو يعني خفيت فعلا عنهم حتى بالاتصال ودامي ضميري دامي انبني يعني. لا لا انت خلاص ارجعي بس خففي في كي النار هذا. تعالهم باسلوب ثاني يعني يمكن اسهل. قصدك انها تغير الاسلوب معهم؟ غير الاسلوب بس غير الاسلوب. زوريهم. أيوة. فيه الوصل الصامت هديه. كلام يعني طيب للابناء الى اخره رساله مكتوبه. يعني كل هذا مفيد وانت تعلمي يعني صله الرحم ما فيها من الاجر. انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وهذا اللي أنبنا يا يعني يا شيخ أنا وإخواني كلنا يعني على كثر ما حاولنا نسعى يعني الإصلاح معاهم إلا أنهم رافضين نهائيا يعني حتى أرقام جوالاتهم ما يعطونا إياها. لا لا أنت حاولي أنك تأخذي عيالك وتأخذي إخوانك وكذا وروحي عند الكبير. سبق يا شيخ سبق المعذرة الإطار سبق سوينا هذا الشيء وقبل بالرفض. فأنا دائما ضميري أنبني أنه ما زلنا يعني دخلوا دخلوا كبار السن. شوفوا كبار السن من أسرتكم دخلوهم في الموضوع وان شاء الله انه يصلح. دائما لكابر معهم حكمه. طيب ممكن يا شيخ رؤيه ثانيه بنفس جدتي هذه؟ تفضل تفضل. احنا كل متصل عموما له رؤيتين ناخذها في الحلقه الواحده. تفضل. نعم تفضل. طيب نفس جدتي هذه يا شيخ شفتها بعد ما توفت كانها في غرفه فرشاتها حمر وكنت جالسه عندها انا وحضنتني وقالت ليش تاخرتي علي؟
وكان فيها برضو معاها بنت عمي ثانية، كانت أصلا هي جالسة معها كأنها تطببها. فأنا يوم دخلت حضنتني وقالت ليش تأخرتي علي. أيوة، هذه الرؤية بيّنت لك سر الخلاف اللي بينك وبين أخوانك، سبب أيوة. نسائهم حريمهم، فأنت حاولي تأتيهم عن طريق النساء، يعني عزمي زوجاتهم وتتواصلي مع حريمهم، هم بيجوا وراء حريمهم. صلح الداخلية. نعم. من الداخلية. الله يبارك فيك. شكرا لأم صالح. معنا أم وليد من الكويت، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم وليد. شيخ عندي رؤيتين. تفضلي. الرؤية الأولى رأيت إني كاني واقفة أمام الصراف أسحب 1000 دينار. وكان ملقى بجانبي 50 فلس بقيمة 50 هللة، وكان أبي المتوفى منذ 2 سنين واقف بجانب عند الصراف، وكان متضايق ينظر إلى 50 فلس 50 هللة. شافت أنه متضايق لأني لم أهتم في 50 فلس، وكان يجل نظري أنه أني قاعد أسحب 1000 دينار، فكان نظرت إلى المتضايق ينظر إلى 50 فلس ملقى بجانبي. ما شاء الله، هذا أبوك اللي كان يطالع فيك؟ اي نعم، كان بجانبي. يا أم وليد. نعم. أنتم بيتكم حولوا مسجد قريب؟ نعم. وهل بيتك زوجك وأخوانك يعني ما يصلوا في المسجد ولا إيش؟ أخي فقط يصلي، واحد من أخواني متزوج خارج المسجد، بس ان يعني اخوي ما يعني اغلب الفروض يصلي في المسجد. ايه هي المشكله، في واحد من اخوانك يصلي في البيت والمسجد جنبه. ف او يعني انت الوحيده اللي تستطيعي تغيري هذا المنكر وتصارخي عليه خليه يروح يصلي، لان هذا ما ينبغي ان يكون المسجد جنبه ويصلي في البيت. عرفتي؟ فهذا الصرف يعني الانطلاقه للمسجد والخمسين هي الصلاه. 50 صلاة في اليوم والليلة. نعم. الرؤية الثانية موليد تفضلي. الرؤية الثانية. الرؤية الثانية يا شيخ، والدي رحمة الله عليه رأى في أحد الأبناء صديقة. ما يعني، فكان أخبر إخواني بعد وفاته، فقال رؤية ما كنت أفكر في أبوكم. لكن استغربت، وجدته دخل علينا في الصف، يقول أنا كنت جالسة مع أمي. فيقول دخل علينا يقول أنا أنظر إلى والدكم، وكان يعني صراحة لابس بشت، فكنت أنظر أقول سبحان الله يعني. يا موليد، يا موليد دخل وبدأ. عيد الرؤية من جديد. نعم. لو سمحت. نعم. عيد الرؤية من البداية. ما أسمع شيخ. عيد الرؤية من البداية. يقول هذا الرأي أنه رأى أبوكم دخل عليه وبعدين. رأى دخل عليه في منزلهم، اثنين في الرأي. طبعا الرأي هذا يكون ابن صديق والدي. فيقول دخل والدكم، يقول كان امام قهوه وتمر، فيقول دخل والدكم جلس يبتسم وياكل من التمر وفرحات. فيقول انا استغربت انه يعني لانه مرض يعني بمرض رحمه الله بعضال وكان متعب. فيقول كنت استغربت فهو يبتسم ويسولف وقاعد يشرب قهوه وتمر. فيقول ثم قال لي كلمه، قال وصفهم لا ينسون بفضل. لا ينسون ايش؟ يعني فيقول وصفهم لا ينسون ايش؟ هذا ابن ابو فوزي، واحد ما ادري، يقول وصفهم لا ينسون ابو فوزي. وصفهم لا ينسون ابو فوزي. ابو فوزي. سالتها الاخوان ابو فوزي. نعم. يقول انا يعني حسيت انها يقول سالت شيخ مشايخ، فقال هذه الله اعلم وصيه بلغها الابناء المتوفي. فاحنا شيخ ما نعرف من ابو فوزي. سالنا سال شرحني ايش قصتك يا ابو فوزي؟ هذا في ولد ما ندري يعني احنا سمعي. نعم. الاب هو الابن، في واحد من اولادهم ما يصلي ويوصيكم عليه انه يصلي، لانه عمل الولد يصل الوالد في قبره. عرفتي؟ نعم. وخصوصا نعم. اذا كان امره بالصلاه وهو صغير، اذا كان نسيه ولم يامر يصير مشكله على الوالد، لان ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فأنت بهذا الولد يمكن أنه كان كبر وفي ضعف الوالد وما وصاه بالصلاة وتركها. فأنتم حاولوا أن هذا الولد توجهوه ولعل الله يصلحه.
ترى مشكلته في الصلاة، وهي نفس المشكلة اللي قبل مع الصراف. الأب هو الابن، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. الفوز بالصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلاح هو الفوز، وترك الصلاة هو الخسارة في الدنيا والآخرة، من تركها فقد كفر. نعم واضح يا موليد، لعلها تكون واضحة الصورة. شكرا يا موليد، شكرا لك شيخ. شكرا جزيلا. على صلاة بك موليد. الوقت انتهى، نشكرك اليوم على تواجدك معنا وتعبك، وإن شاء الله نلقاك في الغد إن شاء الله. شكرا موصولا لكم أنتم مشاهدي الكرام، سنلقاكم في الغد، لا زال برنامجنا مستمر معكم طيلة أيام شهر رمضان المبارك. نلتقيكم في الغد في تمام الساعة 2:30، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية